اول حاجه ان شاء الله يا حمل في تطور مادي، الدنيا هتريح كده بقى ان شاء الله، والحاله الماديه هتظبط شويه، وهنبتدي بقى عندنا شويه امان من الحاله الماديه. كويس، في عجله حظ كمان باذن الله، الحظ هيدور. اما انت هتبتدي بيزنس، اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعه now is the time، الوقت كويس جدا جدا، عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني ايا كان، في عجله حظ عندك والدنيا العجله دايره دايره ان شاء الله، في تيسير في الامور، الدنيا باذن الله فيها تسهيل، فيها تسهيل متيسره. عندنا Queen of Wands في قياده بقى شويه دلوقتي يا حمل، قائد في مجالك، في المكان اللي انت فيه، يعني لو انت بتشتغل في شغل قدمت مثلا، فبقالك لا بقى ليك بوزيشن كده، فان الناس انت بقوا تابعين ليك، مش شرط على فكره تكون وصلت لمرحله ان انت مدير او حد انت فوق حد، بس بخبرتك وادميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكارت ده كمان بيديني بقى رساله ثانيه خالص غير الموجوده في الكتاب ده يا حمل، انت عندك العقل وعندك المشاعر الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر ده، والقطه الحلوه اللي قاعده قدامك دي شخص منك، شخص قريب منك جدا، بيحميك، واقف قدامك حارس يصد عنك ويمنع عنك اي اذى، انت عندك حمايه، واضح ان عندك حمايه من شخص انت عزيز عليه جدا. في كمان كارت مش لطيف، الناس اللي مش شاكين ان ممكن يكون في علاقه ثلاثيه في حياتهم سواء هم او شريكهم، دي طاقه علاقه ثلاثيه، بليز كانكم ما سمعتوش حاجه، الكارت ده بيبقى معناه الاحتفال. كويس، احتفال بشيء معين، بس انا برضو مايله ان هو مش احتفال، دي في حد في عنده علاقه ثالثه، هفصل لكم الموضوع اكتر. مش شرط تكون العلاقه قامت بالفعل، ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني، حمل يفكر في شخص تاني غير اللي معاه، وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني، او ممكن يكون في علاقه مع حد تاني. الصوت، طيب ترتب عليه هنا بعد، انا شايفة هنا فراق بعد مرحلة من المعافرة والخناق والدفاع عن النفس او المنافسة، في حالة منافسة شديدة، في حالة توتر بالنسبة للموضوع ده، بس انا عايزة اطمنكم ان الموضوع هيهدى، يعني المية اللي بتتحرك كتير، في اكشن كده كان حاصل، المية اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبتدي تهدى. الصوت، طيب اعمل ايه طيب للصوت ده يا جماعه عشان الصوت يبقى كويس؟ انا لازم اشتري مايك. طيب قولوا لي كده لو الصوت بالنسبه لكم كويس، انا قربته. بنبتدي نبعد عن الميه اللي بتتحرك بسرعه دي، ورايحين لميه هاديه، يعني انت ان شاء الله عديت بمرحله او هتعدي بمرحله فيها شويه نزاعات وشويه ميرسي يا لولي، فيها شويه اكشن ويعني فيها شويه احداث متتاليه بسرعه جدا، ورايح لمكان اهدى ان شاء الله. في ناس بتقول الصوت وحش، وفي ناس بتقول الصوت حلو، كلام والله صح وانا بحب ده. ميرسي يا فاطمه، طب طالما بتقول الصوت كويس، اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه يخرج ويدخل تاني. طيب شايفة حالة انعزال او حالة انسحاب من الحمل، قرر ان هو ينسحب بناء على حالة التوتر اللي هو فيها دي، قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفة ليه الدنيا ابتدت تقلب معاه دلوقتي لحاجة تانية خالص، شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم مش صح. ليه؟ شايفه شريك بيحب، شخص بيحب، بيقدم لك شيء، بيحبك بجد،
دي مشاعر حقيقية، المشاعر دي مشاعر حقيقية. ركز كده يا حمل، يمكن تكون اتسرعت وما كانش فيه علاقة ثلاثية أو حاجة، يمكن يكون دي مجرد أوهام في دماغك. هنشوف دلوقتي هيأكدها لي الحالة العاطفية، هنشوف. بس خلينا نتكلم في المجمل. الحالة الصحية للحمل إن شاء الله كويسة، باين عليها كويسة جدا، في تطور مادي زي ما قلنا، في عجلة حظ بتدور، في تيسير في الأمور، الدنيا إن شاء الله هتبقى أكتر مرونة، شايفة قيادة وشايفة عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواء، وشايفة هنا كمان حد بيحميك واقف قدامك حارس، شايفة طاقة علاقة ثلاثية يعني نتج عنها حالة صراع وخناقة كبيرة جدا، شايفة حالة انسحاب وتفكير بتمعن، بتفكر لوحدك، عايز تفكر لوحدك، عايز تنعزل عن العالم يعني عن اللي حواليك، مش عايز تكون مع حد. هيتأكد لي القراية اللي انا شفتها دي اذا كانت صح ولا لا، وانت فعلا اسأت الحكم او ظلمت شريكك ولا لا، هيبان. بس انا شايفة ان الشريك بيحبك، الحمل دلوقتي اللي مع شريكه، شريكه بيحبه. Page of Cups. بالنسبة للناس السنجل، الناس السنجل دي مشاعر جديدة، اوكي، مشاعر جديدة، مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي بتبقى مرهفة دي. الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر ده بإذن الله في مشاعر جديدة. شايفة فراق، بس ده مش طبعا ما اعتقدش ان مش بالسرعة دي ان يحصل الفراق ده. في فراق، في بعد، بس البعد ده لمصلحتك يا حمل. بس الدنيا شكلها هتهدى، في مية هادية بإذن الله هتعدي بيها. دي القراءة اللي انا شايفاها. انا مش قادرة استنى وعايزة اشوف القراءة العاطفية اخبارها ايه عشان اعرف اللي انا شوفته ده مظبوط ولا لا. تمام، اللي هيسألني في سفر ولا لا الحمل، انا مشوفتش كارت سفر الشهر ده. الحالة الصحية كويسة، والحالة المادية ان شاء الله في تطور. ان شاء الله. عشان ايه يا نهد بعد الشر عليك يا حبيبتي؟ الصوت لو سمحتي ماله يا بابينا، الصوت كويس على فكرة يا جماعة. هنصوت الابراج دي يا جماعه بعد لما نخلص اللايف النهارده، هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديده. اوكي، مفيش صوت. طب يا جماعه اللي عنده مشكله في الصوت ممكن يجرب يدخل يخرج من اللايف ويدخل تاني. تمام، اوكي. الصوت حلو وواضح، اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عنده مشكله. ميرسي ياسمين، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اهي اهي منكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله الدنيا حلوه جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل، الناس اللي قالوا لي صح جدا، اللي شاكين في علاقه ثلاثيه او ان شريكهم بيخونهم، انت تسرعت يا حمل، الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هياش علاقه بالمفهوم اللي اعتبرها هفوه، غلطه يعني، انت اللي في القلب، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون غلطه حصلت، لكن ما هيش علاقة يعني، علاقة لا، هي ما وصلتش للمرحلة دي، ممكن تكون هفوة. لاني شايفة الطاقة كويسة جدا، الطاقة اسرة سعيدة. الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام، قاعد وبتطلق احكام.
يعني بالراحة عليه شوية يا حمل، لأن واضح إن أنت تسرعت فعلا. أتمنى يكون كده. أنت شايفه إزاي؟ أنت شايفه حبيب، رجوع شخص حبيب يعني بتحبه، شخص عزيز عليك جدا، شخص قريب لقلبك. الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي، فرص جديدة، هنبتدي فرص جديدة، لعلي أكون سبب إنه السوء التفاهم أو الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي، هنبتدي ندي فرص إن شاء الله لبعض وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو إزاي، تسمعوا خبر حلو وفي شمس بتطلع، نجاح العلاقة بإذن الله ناجحة وفيها سعادة وفيها أمان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. فهنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل إنها هفوة، يعني عديها عديها، مش مقصود بيها خيانة ومش مقصود بيها إنه يبعد عنك خالص. لأ الشريك، لأ الشريك بيحبك 100% 100%. طيب تعالوا نشوف. اوكي تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاء بليز حبيبتي اختاري لنا بقى بنوتة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بصي يا منة، ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها لبعض، ممكن تكون قديمة احتمال. ميرسي يا سحر قوي قوي، تسلميلي يا روحي. باذن الله ميك اب ارتست زوزو، كلامك صح قوي، بشكرك يا ام خالد. حاج محمد تسلميلي، بشكرك. باذن الله باذن الله حبيبتي، كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل ساره، لو انت سنجل انا شايفه في علاقه جديده للحمل الشهر ده، في شخص هيظهر ان شاء الله او يعني في الفترة اللي جاية دي. تمام، بشكرك جدا يا وائل، شكرا شكرا يا سامي، ربنا يخليكي، روعة، ايه الكلام الحلو ده، تسلميلي. طيب يلا نشوف بقى المجموعة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جامدة يا حمل، حيرة من حاجتين، في حاجتين محيرينك مش حاجة واحدة، حاجتين. جميل جميل جدا. طيب the star، the star النجم، هي طاقة إيجابية كويسة، عندك طاقة إيجابية معقولة جدا معقولة جدا، مش بطلة خالص. فيها بس عندك حيرة شوية، يعني انت محتار مش عارف تقف فين، يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك. الحيرة دي تعبتك تعبتك، يعني ده تعبتك جسمانيا حتى انهكتك، يعني ليه كده؟ لا عندك حيرة جامدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبذل مجهود في حاجة ومركز فيها جامد جدا جدا جدا، مديها كل طاقتك، انما مفيش مردود، يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز. مش عارفه الموضوع ده عمليا يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الأسرية ولا في حياتك العاطفية الحتة دي، لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحياة الشهر ده. يعني عندك انهيار برج، انهيار البرج ده انهيار لأسلوب أو انهيار لمعتقد لإحساس معين أنت عايش بيه بقالك فترة، هينهار هيبتدي ينهار.
يا اما هو هينهار لوحده، يا اما انت اللي هتهده بايدك. يعني زي ما تقول انا حسيت ان انت بتقول ايه، محدش مقدر اللي انا بعمله، ومحدش يعني حتى بيقول لي كلمة شكرا، طب انا مش هعمل حاجة خالص، وهبطل تدي، وهبطل تضحي، وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي. اهو the tower، انهيار لشيء. زعلان، اهو زعلان، متضايق، مستني حد يراضيك، منغمس في ذاتك. يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هم يرادوك او يخففوا عنك، انا شايفه ان دي تفريغ شحنه بقى، انا مش عارفه دي خناقه بقى حاطاها، يبقى فيها حاله غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات. زي ما تقولوا انا شايفه ان دي حاله تفريغ، ان انت بتفرغ الطاقه اللي جواك او الكلام اللي انت كنت مستحمله فتره طويله، هتبتدي تطلعه في الوقت ده وعشان ترتاح. هتبتدي تمسك قياده بقى، هتمسك قياده الامور، ودي افتكر انت هتمسك قياده حياتك بقى، انت اللي هتمشي حياتك بقى. انا يعني هيبقى في تغيير، لا في واضح ان هيحصل تغيير عندك في الحياه، في نمط حياتك جدا، انت اللي هتاخد الكنترول. وشايفه قدامي حيره من امر ما، بس افتكر الحيره دي تخص الحاله الماديه، انت عايز تعتمد على نفسك ماديا. لو الناس اللي انت متضايق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول، الناس دي انت مرتبط بيهم ماديا او حياتكم الماديه مرتبطه ببعض، هتبتدي تبقى عايز تعتمد على نفسك ماديا علشان تبقى في غنى عنهم تماما. في هنا قدامي كمان four of wands، دي انا بقول ادي نفسك اجازه، دي اجازه، انت هتطلع اجازه ان شاء الله، مش شرط ان احنا نسافر يعني نروح مكان، يعني زي ما انا عملت مثلا اديت لنفسي يوم الجمعه ده خلاص اجازه، اعمل فيه اللي انا عايزاه بقى، لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات، قفلت كل حاجه واجازه راحه ترتاح. كافئ نفسك بحاجه، اخرج مع صحابك او اخرجي مع صحابك، روح اشتري حاجه، كافئي نفسك، دي عمليه احتفال وعمليه اجازه. الناس اللي على وش خطوبه او في مرحله تعارف دلوقتي، شكل فيه خطوبه، الكارت ده كمان معناه خطوبه. بعدها في مغامره بقى، في احساس بالمغامره ده الاثنين بقى، للمرتبطين او الغير مرتبطين. افتكر الاجازه اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل، انت محتاج الموضوع ده، انت سموك حمل لانك انت حمول، بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك، اهو بتهد بقى الدنيا، تروح هادد المعبد خالص، بس ده من كتر ما انت متشبع بالديسابوينتمنت، يعني من كتر الزعل، يعني خلاص بقى لو ما لقيتش تقدير او ابريشيشن من الناحيه الثانيه. زي ما قلت لكم الاجازه دي هترفع من روحك المعنويه جدا، كارت بقى الشمس تطلع، تبتدي بقى روح المعنويه تعلى كده، وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر، وهتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله. نفس القراءه تنطبق على الناس اللي هيحصل عندهم خطوبه، هيبقوا حاسين ان هم في حاله مغامره وفي حاله سعاده والدنيا مش سايعاهم. ان شاء الله ربنا يتمم لكم على الف خير. هنرخص قراءه المجموعه الثانيه بسرعه. الحمل في عنده حيره شديده جدا جدا، وحاسس ان هو عمال مدي مجهود جامد جدا في حاجه مفيش منها رجا، مفيش منها تقدير، فتعب جدا، الموضوع اثر عليه حتى جسمانيا، محتاج راحه، وبليز ارتاحوا يا حمل شويه، حاولوا تناموا شويه. هيقرر انهيار تقريبا، حاسه ان الانهيار ده انت اللي بتهده بايدك يا حمل، هتهد حاجه كانت قايمه لفتره طويله جدا، معاملتك مع الناس او اسلوبك معاهم، ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حاله ثانيه خالص. زعلان ومنغمس في ذاتك، افتكر هيبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني يصلحوك او يفهموا مالك، انت هيبقى ردك عنيف جدا وهيبقى فيه خناقات ومشاكل كتير قوي قوي، بس هتطلع اللي جواك. هتبتدي تمسك انت قياده العربه، هتحتار شويه بين اختيارين شبه بعض شويه، بس الموضوع ده يخص الحاله الماديه عندك.
عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو ان انت تعتمد على نفسك ماديا. في خطوبة شايفاها للناس اللي في مرحلة تعارف دلوقتي بإذن الله ربنا يتمم لكم على خير، بعدها في مرحلة يعني تفاؤل ومغامرة وإحساس حلو جدا. بالنسبة للناس اللي مش مقبلين على الموضوع ده، انت هتاخد أجازة وانت تستحقها، خد أجازة شوية بريك إن شاء الله يوم واحد، افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وعن حتى عن الصحاب لو بتحب، بس اللي بيحب يقضي وقته مع صحابه والموضوع ده بيريحه نفسيا، بليز قضيه مع صحابك الصحاب اللي